النهاردة تدفق المصريون من كل مكان في مصر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، أهم حدث ثقافي في مصر والمنطقة العربية وربما في الشرق الأوسط. شعار السنة دي: نصنع المعرفة ونصون الكلمة. الحقيقة أنه شخصية المعرض هذا العام هي طبعا الشخصية الاستثنائية وعالم المصريات الكبير الدكتور سليم حسن، طبعا بجوار أستاذنا يعقوب الشاروني يعني وتاريخه الطويل في أدب الطفل. وتوقفت قبل كده في 90 دقيقة مع يعقوب الشاروني، النهاردة هتوقف طبعا مع الدكتور سليم حسن. ومعرض الكتاب السنة دي الحقيقة فيه يمكن ندوات كتيرة وصالونات ثقافية عن الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها المتعددة في صناعة المعرفة الإنسانية بشكل عام. ووقفنا النهاردة قدام قامة كبيرة ساهمت في إبراز هذا الدور من خلال طبعا موسوعة مصر القديمة في 18 جزء وعشرات المؤلفات الأخرى، كما أنه واحد من يعني رسخوا بداية علم الأثار بأيادي مصرية من خلال طبعا تاريخ علمي مشرف للدكتور ودراسته في السوربون وفي كلية الأثار في فيينا وحصوله على أكثر من دبلومة في علم الأثار، ولو أيضا مواقف مشرفة جدا في استرداد بعض الأثار المصرية أو في منع خروج بعضها من مصر واستعادة بعض الأثار كمان من الملك فاروق والملك فؤاد، كما كان أنه أول من شارك في بعثة علمية من جامعة مصرية في التنقيب على الأثار، وله اكتشافات كثيرة ومهمة في منطقة الأهرام. احنا النهاردة في ضيافة شخصية استثنائية هي الدكتور سليم حسن، وكمان في ضيافتنا الدكتورة عزة سليمان الباحثة في الحضارة المصرية القديمة ولها إسهامات ومؤلفات عديدة وفي منتهى الأهمية، ويمكن كنت بطلع على بعضها قبل الحلقة وسعدت جدا 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 بالإنتاج الأدبي وأيضا العلمي المختلف. أهلا بحضرتك يا فندم، منورانا. ميرسي قوي. أهلا بيك في 90 دقيقة. لما نبدأ نتكلم عن سليم حسن واختياره لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شايفة ازاي فكرة الاختيار؟ ونبدأ نتكلم عن سليم حسن من انهي زاوية؟ بداية لو قلنا اختياره كشخصية العام في معرض الكتاب اللي هو دورته 55 السنة دي، ده إنجاز كبير جدا للمهتمين بعلم المصريات والحضارة المصرية. بس اسمح لي قبل ما أدخل في مغزى اختيار دكتور سليم حسن، عايزة أتكلم عن اختيار رمز المعرض، البوستر بتاع المعرض اللي فيه صورة دكتور سليم حسن مع الربة سيشات. مش ده من مجلس الوزراء، لكن ممكن نجيب صورة المعرض. هي البوستر اللي عمله معرض الكتاب، هو حاطط الربة سيشات اللي هي إلهة العلم والمعرفة والحكمة والتنجيم والفلك والكتابة. والإلهة سيشات كمان في الصورة هنلاقي هي، عشان ولادنا لما يروحوا المعرض بفاهمين هم شايفين ايه. فالإلهة سيشات هي واقفة معاها عصاية، العصاية دي هي بنسميها مصر الريمبت اللي هي رمز السنة، وهي متقسمة، هي بتعد السنين ماسكة القلم أو الفرشة بتعد السنين، وتحت الريمبت العصاية بتمثل السنة في ضفدعة. الضفدعة دي في مصر الفرعونية معناها بتتسمى حفن أو حفنة. بس لو ممكن تجيبولنا الصورة يبقى كتر. بتتسمى حفنة أو حفنة، ودي معناها 100,000 سنة. وهي دايما الصورة دي كانت بتقف سيشات قدام الملك كأنها بتعدله. هي الصورة هي بنعرضها دلوقتي. كأنها بتعدله السنين، كأنها بتقول له احنا نتمنى لك ان انت تعيش 100,000 سنة. احنا بنشوفها دلوقتي على الشاشة، ولو ممكن تحطها لنا برضو جوه عشان نشوفها مع حضراتكم. لو حتى نكبر سيشات اللي على اليمين فوق. هي دي الصورة هي على شمالنا، دي الإلهة سيشات، وهي لو حركت وهي واقفة من تحت العصاية دي في الضفدعة اللي هو قلنا معناها حفنة أو حفنة. وده اللي دخلت في اللغة العربية، نقول حفنة من الذهب، حفنة من الفضة وكده، دي معناها 100,000
باللغه المصريه الفرعونيه. الضفدع دي السيشات هنا لو تلاحظ ان هي تاج راسها ايه؟ نجمه. النجمه دي وهي ربه الكتابه، النجمه دي اللي ولادنا او معظم الولاد في العالم النهارده المتفوق فيهم تقوم المدرسه ترسم له النجمه ستار، او حتى مثلا في الاي جي او كده تقول لك انا خدت ايه ستار. فالستار دي النجمه دي اللي هي رمز الهه مصر او ربه مصر، ربه الكتابه والمعرفه والحكمه. سيشت. كمان المدهش كمان ان كلمه يعني بدايه الرمز للنجوم بالنجمه دي من حضاره مصر القديمه، العالم كله نقلها. كمان المدهش انها اسمها اسمها السيشات معناها التي تدون، التي تدون او اللي بتكتب يعني. ومنها من اسم تشات الجزء الثاني من اسمها، تشات يعني كتابة. اللي العالم كله حوالي اكتر من 8 مليار بني ادم في العالم كله النهارده بيستعملها على صفحات الانترنت، يقول لك نعمل تشات. تشات يعني على اسمها يعني شات من اسم السيشات اللي هي معناها الكتابه والتدوين، وهو اسم الالهه السيشات. كل شيء خرج من عندنا بالزبط. حقيقه يعني انا دايما اقول مصر اصل للموجود في كل الوجود. ده دايما دي كلمتي الاساسيه في كل مكان. فلو ده بالنسبه للبوستر بتاع المعرض. جميل جدا، ومعلومات في منتهى الاهميه. ميرسي لحضرتك. عشان الولاد حتى وهم رايحين المعرض يبقوا فرحانين، يبقوا فاهمين هم شايفين ايه يعني. فكمان اللي عايزه اتكلم عليه بقى على مغزى اختيار الدكتور سليم حسن، انا في تصوري انه في المقام الاول هو تكريم لبلدنا مصر اكتر من هو كمان كونه تكريم للدكتور سليم حسن اللي هو العالم العبقري الفذ المتميز بكل معنى الكلمه. التكريم الدكتور سليم حسن هو بالنسبه للي هم دارسين الحضاره المصريه او اللي تعرفوا بشكل او باخر على الحضاره المصريه وتاريخ مصر، فهم بيعتبروه انتصار ل الهوية المصرية وانتصار لمصر. لأنه إذا كان الاختيار ده بيعكس شيء، فهو بيعكس مدى إدراك الدولة لأهمية أن احنا نحيي تاريخنا المصري اللي هو طول عمره من آلاف السنين هو دايما كان بيحيي الهوية المصرية والانتماء لمصر، وهو دايما اللي كان بينقذنا من مشاكل كتيرة جدا، وبنقدر بعدها نحقق إنجازات كبيرة جدا.